نرحب بكم جميعا، أهلا وسهلا بكم في قناة حياتنا أور لايف. جميع متابعينا الأعزاء، هذه المادة هي للصف العاشر، مادة العربية لغتي، وهذه الوحدة الرابعة من السيرة الذاتية. وقناتنا من الصف الأول إلى العاشر نقدم لكم الكثير من الفيديوهات بالإضافة إلى نماذج الامتحانات للشهر الأول والثاني والنهائي. نرحب بكم مرة أخرى. ويقول إحسان عباس: في غربة الراعي وجدتني أميل إلى كتابة سيرتي ومنهجي، فيها التزام الصدق فيما أسرده، لا لأن ما أكتبه تاريخ مهم، بل لأنه يمثل تجربة إنسان حاول في كل خطواته أن يخلص للعلم بصدق ومحبة. كلنا بنعرف الكفايات والأشياء المطلوبة منا في هذه الوحدة، ونبتدأ في الجزء الأول من هذه الوحدة، وسوف نتحدث عن هذه السورة وما هي انعكاساتها. بنحكي عن العلم، ممكن نحكي عن الصعود للجبال والقمم، إنه كيف إنه تصل لمرحلة حلوة في حياتك وهي مرحلة التخرج، ربما من الثانوية العامة، ربما من صفك الحالي، وربما أيضا في الجامعة. شو ممكن تكون الفكرة العامة لهذا النص؟ ممكن نحكي إنه هو طريق شائك، اطلعوا كيف قديه صعب الطريق الوصول للعلم وللمعرفة، وتصل إلى نهاية الطريق، مع إنه لا يوجد نهاية لطريق العلم والمعرفة، دائما يوجد فيه استمرارية، دائما فيه خطوة لاحقة لكل خطوة في العلم والمعرفة. طيب، نستمع ونتذكر. في عندي مجموعة من الفراغات هنا الموجودة. طبعا الأسئلة هذه هي تتعلق في نص الاستماع، خلينا نستمع مع بعض للنص ونرجع نحل الأسئلة. طيب أعزائنا، نحن كل المواد السمعية موجودة عندنا على قناتنا على اليوتيوب. في عندنا هنا بلاي ليست اسمها الصف العاشر الفصل الأول جميع المواد، وفي عندنا المادة نفسها موجودة هيها هون. هلا رح نستمع مع بعض للمادة. يلا، الوحدة الرابعة من سيرة الأديبة عائشة بنت الشاطئ، نستمع. الوحدة الرابعة من سيرة الأديبة عائشة بنت الشاطئ. وتركني عمي وودعني بعد أن اطمأن إلى استقراري في القسم الداخلي، فأقبلت على دروسي جادة في تحصيل ما فاتني منها، وقد أوشك امتحان نصف السنة أن يعقد وأديته بنجاح، ثم تابعت الدراسة بقية الموسم وأنا أقاوم بكل طاقتي شعورا بقلق خفي ظل يطاردني في اليقظة والمنام، وقد عللته بأنه فرط حرص مني على مواصلة التعليم، وصدى ما لقيته من مخاطر الطريق، ذلك لأنه لم يكن هناك في الظاهر ما يدعو إلى قلق أو خوف، فالرسائل تأتيني من أمي بانتظام، ولا جديد فيها من أخبار عن الأسرة مما يشغل البال. وعدت إلى البيت بعد أن اجتزت امتحان النقل إلى السنة الثالثة لأواجه ما طوته عني أمي في رسائلها إلي من مأساتنا: مات جدي الشيخ وواراه الثرى دون أن أتزود منه بنظرة وداع أخير، ومضى دون أن أشيعه إلى مثواه بكلمة عهد وولاء ووفاء تؤنس وحشة رحلته إلى حي الموتى في الطرف الأقصى من البلدة. وتعرض بيتنا بعده لهزة عاصفة كادت أن تقوضه، إذ عاد أبي يصر على حجزي في المنزل، وألفيت أمي مضغوطة بين شقي رحى: لا تستطيع أن تتخلى عني، كما لا تستطيع في الوقت نفسه أن تعرض البيت للخراب، وفيه شقيقات لي خمس، وشقيقان أصغرهما رضيع في الشهور الأولى من عمره، وكلا الأمرين أحلاهما مر، وكانت أمي أقرب إلى أن تحميني بأي ثمن، غير أني ما كدت أذكر ما أصاب جدي بسببي حتى تهيبت التضحية الفاتحة التي تريد أن تتحملها من أجلي، وروعني أن أتمثل إخوتي السبع الصغار حطاما مبعثرا بين أنقاض البيت الموشك على الانهيار. هنالك قررت أن دوري قد جاء لأحتمل عن أمي العبء الباهظة، فأكون قربان الفداء لسلامة البيت. وساعدت الظروف على حسم الموقف حين أصبت بانهيار عصبي أعرى الرقاة والأساة دواءه، فانقطعت عن المدرسة وتقرر شطب اسمي من سجل طالباتها لعجزي عن الانتظام في الدراسة. كانت أمي شقية بمحنتي وقد تضاعف همي بشقائها، ومن أجلها تماسكت
ولأجلها رحت ألتمس منفذا عبر طريق المسدود بعد أن أراحني اليأس من هم التطلع والطموح. رحت ألتمس منفذا لتطمئن أمي إلى أن كل ما احتملناه في الشوط الذي فات لم يذهب عبئا. كان المنفذ الوحيد أمامي أن أستعير الكتب المدرسية المقررة على طالبات السنة النهائية بمدارس المعلمات، حيث عكفت على تحصيلها، ثم تسللت من البيت خفية وأبي غائب عن المدينة في إحدى رحلاته، فأديت امتحان شهادة الكفاءة للمعلمات أمام لجنة مدرسة طنطا، وكنت الوحيدة التي تقدمت إليه من المنزل، وكنت أولى الناجحات في مصر بفارق 130 درجة في المجموع عن الطالبة التي تليني في ترتيب النجاح. لكن ذلك الشوط لم يمضي إلا بعد أن وقفت لحظة في نهايته، وقد لاح لي من بعيد طريق آخر لم أكن قد اتجهت إليه قط، ولا جرؤت أحلامي على أن تتمثله أو تتعلق به. وقد بدا الأمر حين ذاك أشبه بمصادفة عابرة لا تلبث أن تمضي دون أن تغير متجه خطواتي أو تترك في دنياي أثرا ذا بالا. حدث ذلك يوم أخذت مكاني في جانب من قاعة الامتحان الشفهي لشهادة المعلمات أنتظر دوري لأؤديه بعد الطالبات الرسميات، وكان الأساتذة الممتحنون قد ضاقوا بتعثرهن في تلاوة السور القرآنية والنصوص الشعرية المقررة. فلما جاء دوري وتلوت مجودة ما اختاروا لي من سورتي النساء والنور، سئلت عما أحفظ من النصوص الشعرية، فكان جوابي أن سألت من أي عصر، وعجب الممتحنون لسؤالي، ثم طلبوا نصا من العصر الجاهلي، فأنشدتهم أبياتا من معلقة طرفة بن العبد ومرثية المهلهل بن ربيعة التغلبي في أخيه كليب، قالوا أسمعين شيئا من صدر الإسلام، فبادرت أنشد لامية كعب بن زهير بانت سعاد. ثم ما زالوا ينتقلون بي من عصر إلى عصر وهم في دهشة من حفظي، حتى إذا وصلنا إلى العصر الحديث فاجأتهم بسؤال من شعري أو من شعر سواي، ولم ينسني مر السنين ما بدا عليهم من عجب. وقد قال أحدهم إن كنت شاعرة فاسمعين إحدى قصائدك، وأنشدتهم قصيدة لي في الحنين إلى دمياط، ولم يبقى لديهم ما يمتحنونني فيه، فأقبلوا علي يسألونني عن وجهتي في التعليم بعد نيل هذه الشهادة لكفاءة المعلمات، وأجبت عن سؤال السادة الممتحنين في نيتي أن أعكف على تحصيل المواد المقررة على القسم الإضافي، ثم أتقدم من المنزل لأداء امتحانه النهائي، فأنكروا ما سمعوا من جوابي، وزينوا لي أن أعدل عن هذا الطريق القريب إلى طريق الجامعة، ففيها وحده المجال الرحب الذي يستحق أن أتعلق به وأسعى إليه. وفي ظني أني لم أكن حتى ذلك اليوم قد سمعت عن الجامعة، وفهمت من كلام الأساتذة الممتحنين أن الطريق إلى الجامعة يحتاج إلى زاد من اللغتين الإنجليزية والفرنسية. عجبت بدوري لشططهم في تقدير طاقتي وعدتي، وأني من بيئة لم تدنسها كلمة من لغة الفرنجة. الدكتورة عائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ، على الجسر بين الحياة والموت، سيرة ذاتية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1986، الصفحات 56 إلى 60. تمام أعزائنا، يعني كانت هاي عبارة عن سيرة ذاتية لعائشة، واللي كان لقبها بنت الشاطئ، فجدا جميلة هذه القصيدة. بنشوف من خلالها قديه كانت متفوقة في دراستها، وقديه اجتهدت ونالت الكثير من العلوم والمعارف، وهي تتحدث عن جزء صغير يعني مرحلة ما قبل الجامعة، قبل دخولها للجامعة، وكيف أنها ساعدت واجتهدت مظبوط وساعدت أهلها وشعرت بحجم المسؤولية. طيب نحل مع بعض الأسئلة يا عاشر. المدينتان المصريتان يلتان ورد ذكرهما في النص اللي هي طنطا ودمياط، الأمر الذي أزعج الأساتذة الممتحنين من أداء الطالبات الرسميات في الامتحان الشفوي هو تعثرهن
في تلاوة السور والأشعار، يعني كان عندهم مشاكل في تلاوة السور والأشعار القصائد. طلب الأساتذة الممتحنون من صاحبة السيرة الأدبية الأديبة عائشة أنه تطلع على مسامعهم آيات من القرآن من سورتين، شو هن كانوا السورتين يا عاشر؟ سورة النور والنساء. الشاعر الذي أنشدت عائشة لاميته معروف، لامية كعب بن زهير اللي هي بنت سعاد. طيب ننتقل إلى السؤال الثاني. ذكرت عائشة أدوار عدة مهمة لأهلها وأفراد عائلتها في دعمها ومساندتها في رحلتها العلمية. بدنا نميز دور واحد لكل من عمها وجدها الشيخ وأمها. هلا عمها كان دوره بأنه اطمأن إلى استقرارها في القسم الداخلي، ها بالنسبة لعمها. هلا جدها الشيخ وصلها لطريق العلم حتى مات ودافع عنها ضد المجتمع الرافض لهذه الفكرة. وأيضا أمها حمتها من بطش أبيها الذي حجزها في البيت ومنعها من مواصلة التعليم وضحت بالتالي لمواصلة علمها. يعني هون كل واحد فيهم بدنا نكتب موقف كل واحد فيهم تجاه هذه الأديبة الكبيرة. بدنا نحط صح أو خطأ. هل استطاعت عائشة أن تلقي نظرة وداع أخيرة على جدها الشيخ قبل أن يموت؟ لا، لم تستطع. طيب كان لعائشة 3 شقيقات وشقيق؟ لا. تقرر شطب اسم عائشة من سجل طالبات المدرسة لعجزها عن الانتظام في الدراسة؟ نعم، ما كانت منتظمة بالدراسة بسبب ظروفها العائلية. عندما طلب الأساتذة الممتحنون نصا من العصر الجاهلي أنشدتهم عائشة أبيات من معلقة زهير بن أبي سلمى، وهذا كلام خاطئ. طيب ننتقل إلى السؤال التالي. بدنا نعمل تحليل للنص، تحليل للشغلة اللي سمعناها. سيطر شعور خفي من القلق على عائشة وهي تدرس بعيدا عن أسرتها، ظل يلازمها طول الوقت. بما فسرت عائشة هذا الشعور الخفي؟ فسرته بسبب حرص منها كبير على مواصلة التعليم وصدى ما لقيته من مخاطر في الطريق، عشان هيك كان في عندها شعور خفي بأنها يعني قلق، يعني في عندها شوية قلق بسبب يعني دائما عندها اهتمام أنها تواصل تعليمها. كيف تمكنت من مواساة نفسها لتدفع عنها هذا الشعور؟ كانت تكتب رسائل من أمها دائما بانتظام تطمن فيها على أحوالهم وحال الأسرة. طيب ندخل لبعض التعبيرات المجازية في وصف بعض الأشياء والأشخاص، واستخدمت هاي الكاتبة كثيرا من هذه التعبيرات المجازية. خلينا نميز 3 منها مبينا دلالتها وفق السياق اللغوي الذي وردت فيه. شو هو التعبير المجازي؟ في عندي 3 أمثلة، بدنا نشوف كل واحدة شو دلالتها. أول واحدة: تعرض بيتنا لهزة عاصفة. هاي معقول إنه كان في عن جد هزة عاصفة، يعني دغري اهتز البيت هزة أرضية؟ لا، هنا المقصود فيها أنه كان في اضطرابات ومشاكل كبيرة جدا في البيت. طيب لما حكت طوته عني أمي في رسائلها، هي فعليا لم تكن تعلم شو عم بصير أثناء غيابها، زي كأنه بتحكي أنها طوت يعني كأنها أخفت. طيب شو بالنسبة للقلق الخفي الذي ظل يطاردني؟ هل يطاردها قلق؟ هو لا يطاردها، بس احنا هنا زي personification بنعمل يعني القلق زي كأنه شخص، وهذا الشخص يقوم بمطاردتها ويركض وراها، لكن هنا بس كناية عن القلق وعن التوتر اللي بتحس فيه. السؤال الثالث: نستدل بموقف أو حدث مما استمعنا إليه في النص بأكد إحساس عائشة بالمسؤولية تجاه أسرتها. شو هو الموقف اللي بدل على أنه هي حاسة بالمسؤولية تجاه أسرتها؟ بتحكي أنه هناك قررت أن دوري قد جاء لأحمل عن أمي العبء الباهظ. طيب إذن هاي بالنسبة لإحساس عائشة. إذن قالت قررت أن دوري قد جاء لأحمل عن أمي العبء الباهظ. نعم. 2، الذكاء وتميز العلمي اللي تمتعت فيه عائشة، إعجاب الأساتذة في علمها وحفظها. هذا الإشي بدل على أنه عندها ذكاء وتميز كبير. التقاليد الصارمة اللي فرضتها البيئة المصرية آنذاك على عائشة، أنه هي من بيئة لم تدنسها كلمة من لغة الفرنجة، لأنه بيئة شعبية وبسيطة جدا، فكان ما عندها انفتاح أصلا على اللغات الثانية أصلا. 4،
هذه الأديبة الكبيرة عائشة رسمت صورة فريدة لشخصية المرأة المجاهدة التي نذرت حياتها للعلم وللسعي الحثيث لتكوين ذاتها العلمية المتميزة على الرغم من كل العوائق ومن كل العقبات اللي بتصير. خلينا نستخلص من الناس اللي استمعنا له شو التحديات والصعوبات اللي واجهت عائشة، زي مثلا البيئة اللي كانت فيها، الأشياء اللي كانت تعاني منها. بنحكي بالبداية إصرار الأب على حجز بنته وتضحية الأم وشقائها في تحمل ضغوطات الحياة، ظل مصر أنه بده يحجز بنته وما بده إياها تكمل تعليم، والأم كانت لا بتحارب وما بدها هذا الحكي يصير، وبدها بنتها أنها تتحمل وأنها تروح وتتعلم وتصير إنسان مثقفة ومتعلمة، وبالتالي حكت خلاص أنا بدي أشيل كل ضغوطات الحياة وأتحمل كل شيء الأم. السؤال الخامس، لما وجه الأساتذة الممتحنون أسئلتهم لعائشة أثناء الامتحان الشفهي لشهادة المعلمات، ردت عليهم في موضعين بسؤالين. شو كانوا السؤالين؟ ونبين شو يعني هذول السؤالين اللي استخدمتهم عائشة. مثلا سؤالها بالنسبة للنصوص الشعرية حكت من أي عصر، هنا إشي بيدل على إنه قد هي طفلة موهوبة، يعني صبية موهوبة وعندها ثقافة متنوعة ومعارف متنوعة، لأنه عارفة في أشعار خاصة بكل عصر، يعني كانت تستفسر بالضبط شو بدكم بأي عصر. طيب الشعر الحديث، هي جت سألتهم سؤال، قالت لهم بدكم من شعري أنا ولا بدكم من شعر أي حدا أو شعر سواي. هذا الشيء يدل على أديه مبدعة وأديه ذكية وأديه مبتكرة لدرجة أنها شاعرة، يعني هي تكتب شعرها الخاص، فشو بدنا أكتر من هيك إبداع. السؤال السادس، بدنا نفسر إنكار الأساتذة الممتحنين ما سمعوه من جواب عائشة لما سألوها عن وجهتها في التعليم بعد ما تنال شهادة كفاءة المعلمات. ليه إنكارهم؟ يعني إنه ليه هيك يعني جوابك أنت يا عائشة؟ فهن تفاجأوا في الإجابة إنه حرام، يعني هي تضيع مستقبلهم وتروحش على الجامعة. فبالتالي قالوا لها إنه بسبب، يعني السبب إنه ليه أنكروا هذا الكلام هو تميزها العلمي اللي بخليها لازم تلتحق بالجامعة، مش بس تستنى وتأخذ وظيفة المعلمة وبس. تمام، ننتقل للسؤال السابع يلي بيحكي اجتمعت عوامل كثيرة أثرت في صقل شخصيتها لعائشة وتكوينها العلمي والأدبي. بدنا نميز العامل المؤثر الذي ورد ذكره فيما استمعنا إليه من بين العوامل الآتية. طيب أول إشي شط النيل ملعب طفولتها وتفكرها وتأملاتها، هذا كلام خاطئ. أمها المكافحة معها والمساندة لها في محنتها، هذا جواب صحيح 100%، وهي عوامل أكيد أثرت في نجاحها. زواجها من الأديب أمين الخولي، هذا كلام خاطئ. حفظها للقرآن الكريم وثقافتها الأدبية الواسعة، هذا كلام سليم 100%. إشراف الأديب طه حسين على رسالتها العلمية في الدكتوراه، لا لم يتم ذلك. طيب نقترح عنوان مناسب للنص، هو طريق وعر، ممكن نحكي طريق النجاح الصعبة، ممكن نحكي الأديبة المبدعة، ممكن نحكي هي نفسها عائشة مثلا، زي هيك اللي بدكم اياه، كثير في عناوين مناسبة. طيب نتذوق المسموع وننقده. اشتهرت صاحبة السيرة الأدبية الأديبة عائشة عبد الرحمن بلقب بنت الشاطئ. لماذا سميت بهذا اللقب بنت الشاطئ؟ هو اسم مستعار هي نفسها استخدمته في تذييل مقالاتها في الصحف وفي المجلات. طب ليه يا ترى السبب يلي دعتها لذلك مستند لظروف البيئة يلي عاشت فيها؟ مبديا رأينا في ذلك. طيب هلا هي استخدمت هذا اللقب وحكت بنت الشاطئ، هي لربما تحب البحر، لكن المشكلة مش هيك، المشكلة انه هذا ابداعك الادبي المفروض يكون منسوب الك انت، يعني زي انه كريدت الك، او بنسميه احنا كوبي رايت، يعني حقوق حفظ المفروض الها. لماذا لم تذكر اسمها؟ يعني اوكي لقبها الاصلي، بس لماذا لم تذكر اسمها صراحة؟ هلا جواب هذا السؤال هي هون في واحد هون، وذلك للتعبير عن بيئتها المحافظة التي تمنع المرأة من المشاركة بعدة مجالات زي كتابة اسمها بالصحف، وأرى أن لها الحق في كتابة اسمها الصريح في كل المجالات في الحياة مش بس بالصحف، تقديرا لدورها وحفظا لإسهاماتها، زي ما حكينا كوبي رايت، يعني أنت شغلك مجهوداتك إسهاماتك ممكن أي حدا ينسب كل أعمالها إله، ما دام هي نفسها مش ذاكرة اسمها صراحة. يعني ممكن هذا الإشي بيرجع لبيئتها اللي ممكن في بيئة غير متحضرة أو غير منفتحة على العالم، ودائما بطمس المرأة وبطمس هوية المرأة، وللأسف هذا كان موجود في عهدها. نستخلص بعض الدروس والقيم يلي يمكن أن نتمثلها في حياتنا من سيرة هذه الأديبة الكبيرة
ممكن نحكي صبر على الشدائد، التقدم، التفوق، الإخلاص، فنائها لأمها وحبها لأمها وتعلقها والتضحية أيضا في سبيل المراد، والمعارف والثقافة العالية جدا والواسعة اللي كانت تتمتع فيها. السؤال الثالث، شو الأثر الذي تركه هذا النص في نفسنا مستشهدين ببعض الأحداث أو المواقف التي استمعنا إليها لما عبرت عن رغبتها في حمل الأعباء عن أمها وفي ذلك رد للجميل؟ هذا الأثر الجميل يلي يعني كان جميل، هاي أحد الأثار. أثار أخرى ممكن نحكي أنه هي واجهت المصاعب، يعني أبوها قديش كان ضدها هو في مواصلة تعليمها، لكن هي أصرت بمساعدة أمها طبعا أنه تواصل تعليمها، تتحمل المصاعب، تتحمل الشدائد، تتحمل كل شيء صعب من أجل أن تصبح معلمة وأديبة ومثقفة وعالمة. طيب بالنسبة للدرس الثاني، هنا نتحدث عن كيفية تقديم شخصية أدبية. تمام، هاي الشخصية الأدبية والتعبير الشفوي عنها، وبعدين الدرس الثالث. فإحنا على السريع رح نعطيكم لو لمحة بسيطة عن الدرس الثاني. عندك أنت شخصية أدبية يا عاشر، بدك تعتبر حالك زي كأنك أنت بدك أمام الإذاعة المدرسية، وفي عندك شخصية راقية جبتها من أحد الشخصيات، ممكن يكون مدير بلدية، رئيس بلدية، ممكن يكون المحافظ، ممكن يكون مدير مدرسة ثاني، مدير التربية والتعليم. هذه الشخصية هون طالبين من أنها تكون أدبية، يعني فرضا يكون كولومنست أو يكون شاعر أو يكون كاتب يكتب في الصحف في المجلات، فجبته. كيف بدك تقدمه أنت مثل هذه الشخصية الأدبية الكبيرة؟ هلأ بحكينا هون إبراهيم بن العباس السولي وهو شاعر عباسي. إذا ما الفكر أضمر حسن لفظا وأداه الضمير إلى العيان، ووشاه ونمنمه مسدا فصيحا بالمقال واللسان، رأيت حلي البيان منورات تضاحك بينها صور المعاني. طيب الشخصية الأدبية مش سهل أنه أنت تقدمها، بده يكون عندك معلومات عن هذه الشخصية الأدبية، تكون محضر حالك مزبوط وتقدمها بطريقة السؤال والجواب بعدة طرق كمان أخرى هلأ رح نشوف لاحقا. بالبداية، ما هو لقب هذه الشخصيات؟ طه حسين كان لقبه عميد الأدب العربي، معروف طه حسين دائما بسموه عميد الأدب العربي. طيب مصطفى وهب التل، كلنا بنعرف هذا الشاعر الإربداوي، لقبه الرسمي هو عرار. حافظ إبراهيم هو لقبه شاعر النيل لأنه أصلا شاعر مصري. محمد مهدي الجواهري اسمه أبو الفرات، ليه فرات؟ لأنه هو أصلا أبو محمد مهدي الجواهري عراقي، فعندنا معروف نهر دجلة والفرات فهن معطينه لقب أبو الفرات. طيب هلأ في عنا عدة مراحل لما بدك تحكي عن هذه الشخصية الأدبية. زي ما حكيت لك الآن أنه لازم تجمع معلومات كافية عنه، يعني تكون تحكي له أنه كيف حالك وكيف أسرتك، وهو بيكون مثلا مش متجوز، أو كيف أبنائك وهو مش متجوز. فشوفوا قمة الإحراج اللي بصير زي هيك يا عاشر، وصارت كثير حتى على تلفزيوناتنا الواقعية تصير أسئلة زي هيك. هذا الاشي بيدل على ضعف بالبريزنتر أو ضعف بالمقدم اللي مش محضر حاله مزبوط ومش محضر معلومات عن الشخص اللي مستضيفه. فإذا لازم دائما تجمع معلومات كافية عن الشخصية المستهدفة وتقدمها من خلال الأوعية المعرفية المتنوعة وتتدرب. مش غلط لو تدربت، جلست أمام المرآة، تدربت أمام الناس، مو غلط. ثاني مرحلة هي مرحلة التقديم الفعلي، نمسح الرمز ونشاهد بانتباه وتركيز الفيديو الذي يتضمن تقديم للروائي الأردني هزاع البراري، ونرصد المهارات التي تمثلها المقدم في أثناء تقديمه للروائي ونحدد مدى التزامه فيها. طيب منشوف هذا الكيو آر، فيكم تشوفوه انتوا أعزائنا لأن احنا عشان الكوبي رايت ما بدنا نتضرر. المهم المهارات التي تمثلها المقدم، التي تمثلها يعني هل المقدم افتتح حديثه بمقدمة جذابة تشد الحضور للاستماع؟ أهم شيء تبلش بمقدمة حلوة. 2 تعلن اسم الأديب ذاكرا الفن أو الفنون اللي هو متميز فيها. تمام، ده بعدين بتذكر أهم العوامل اللي أثرت في إنتاجه وأبرز السمات المميزة للأديب وأهم إنجازاته. طيب وهنا مطلوب أن نعبر شفويا، نتمثل دور المقدم بندوة أدبية حول الموهبة الشعرية للشاعر الأردني الراحل عبد المنعم الرفاعي، وبدنا نقدم هذه الشخصية الرائعة اللي هي عبد المنعم الرفاعي وهو شاعر أردني. شو لازم نعمل؟ هاي شوية ملاحظات إليك أنت يا عاشر. أول شيء أنك ترحب بالحضور باختيار عبارات التحية، بعدين تفتتح حديثك زي ما حكينا لازم المقدمة تكون جذابة تشد الحضور للاستماع وتمهد لموضوع الحديث.
بعدين بتعلن عن اسم هذه الموهبة اللي أنت رح تعلن عنها، اللي هي موهبتي لليوم هو، أو موضوعي لليوم أو أديبي لليوم هو الأديب عبد المنعم الرفاعي. أبرز العوامل اللي أثرت في إنتاجه الأدبي، شو السمات المميزة له، أهم إنجازاته، شو الفنون اللي عملها. نراعي لغة الجسد، لغة الجسد، نبرة صوتك، علو صوتك، وضوح الأصوات، وضوح مخارج الحروف، صوتك وأدي عالي وأدي واضح ومرتب، كله كويس. وغير هيك بدك البادي لانجوج، لغة الجسد، وبدك غير هيك الكونتاك اللي الآي كونتاك، التواصل البصري مع الحضور، جدا ضروري ما دامك إنه أنت مش ببرنامج سماعي، أنت ببرنامج أمام الناس كلها، عم بتشوفك كلها الناس. أبرز إنجازات الأديب مؤلفاته، جوائز حصل عليها، أي قضايا تناولها بكتاباته، قد أثرت على المجتمع. أبرز العوامل التي أثرت في إنتاج الأدبي، البيئة الاجتماعية، كيف كان عيلته، فقيرة عيلته، غنية، شو كانوا بيشتغلوا أهله، أكيد كلها هاي بتأثر في نفسيته وفي حياته. كيف ثقافته، هل أهله كانوا بيعرفوا القراءة والكتابة، هل كانوا أدباء زيه، شو المناصب يلي اشتغلها في مسيرة حياته وما إلى ذلك. بهيك أعزائنا خلصنا الدرس الأول والثاني من هذه الوحدة، نراكم في الدرس الثالث إن شاء الله. شكرا لكم أعزائنا، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وأيضا تخبروا أصحابكم عنا. إلى اللقاء.